قريب وغريب كل أحد مع رانيا الشلبي، وبنرحب برانيا الشلبي معنا في الأستوديو. صباح الخير رانيا. صباح الورد مهند. أهلا وسهلا فيك رانيا. شو موضوعنا بهذا الأسبوع؟ عشان ما نحرقش التقرير وخلينا نحضره هيك بكل أريحية، بس هي بكل بساطة جولة لنا في المخيم، تعرفنا فيه على اثنين من أصدقائنا اللي هم رح يكونوا أبطال قصتنا، رح يحكوا لنا عن إشي كتير غريب اللي هو هذا الأمل بالعودة، بنفس الوقت هذا اليأس من الحياة اللي كتير صعبة اللي قاعدين نواجهها. مخيم لاجئين فلسطينيين طبعا. 100%. نعم، نتابع التقرير. نتابع التقرير. يا توتة الدار صبرك على الزمان انجار، لابد من عود مهما طول المشوار. يا با يا توتة الدار صبرك على الزمان انجار، لابد من عود مهما طول المشوار. يا با ودي يا با حر هدي طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، يا با للأرض اللي ربتنا. المخيم بحد ذاته هو بيئة جمعت من كافة أطياف الشعب الفلسطيني، والناس تعرضوا للحروب وللنكبة وللنكسة وللظروف اللي عانى منها الشعب الفلسطيني بشكل عام. كل الناس اللي في المخيم آبائها أو إن لم يكن آبائها فأجدادها عانوا منها، لكن إنه أنت يكون قدرك وظرفك هو اللي حكم عليك إنه أنت تنولد لاجئ وتنولد في هذا المخيم وتحمل هذا الهم، هو مش خيالك. طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا، وسلم سلم عبلادي تربت. في ناس صار إلو جنسي اسمه ابن المخيم، فأنت صرت وين ما بتروح أو وين بتجي كأنه أنت بتحمل جنسية ابن المخيم. على سبيل المثال بعض المخيمات زي مخيم غزة، مخيم غزة بيعاني من عزلة شديدة. مخيم غزة لأنه جاي في منطقة في جرش بعيد كثير عن عمان، بعيد عن خلينا نقول عن الحضارة. جزء كبير من الناس اللي في ناس كثير في المخيم اللي 20-30 سنة ما طلع من المخيم، بيعرفش بيعرفوه بس المخيم، هو مش حاب يكون في المخيم، هو هيك انجبر على الأمر هذا ووضعه المادي وحالته الصحية ما بتسمحلوش يطلع من المخيم. احنا وين ما رحنا في العادة احنا كأبناء مخيمات في منا كثير ناس انجزوا وانتجوا وطلعوا فوق ونزلوا تحت وعملوا مؤسسات وجمعيات واشتغلوا وابدعوا في العمل في وكالة الغوث وفي غير وكالة الغوث، وسافروا برا في الخليج وهان، لكن هم في النهاية احنا وين ما رحنا في اي مكان في العالم بتظل في عنا بوصلة. بوصلتنا دائما يعني المؤشر تبعها بوجه باتجاه فلسطين. مدارس الوكالة بالمخيمات بتدرس من الصف الأول للعاشر، هي المرحلة الأساسية الإجبارية. مدارس الوكالة بالمخيمات هي حكاية يعني، وحكاية طويلة تمتد 10 سنوات، وإحنا الناس اللي درسنا بمدارس الوكالة بنعتبر اللي ما فات مدرسة الوكالة ما تعلم، لأنه اللي طبيعة مدرسة الوكالة والتعليم فيها والعدد الخيالي اللي بالصف والعدد الخيالي بالمدرسة والساحة ما بتوسع الطلاب المدرسة، فبصيروا يطلعوا لبرا المدرسة لحتى يلاقوا لهم مساحة يوقفوا فيها أو يأكلوا سندوشتهم فيها. اللي ما عاش هاي التفاصيل فعليا هو ما تعلم، لأنه أنت بتفوت المدرسة لحتى يعني هو دخلتك على المدرسة وتطلع متعلم إشي من المدرسة، هو هذا تحدي. عادة إحنا بطلعناش دراسة في الجامعات الحكومية إلا إذا جبنا معدلات عالية جدا امتياز أو حصلنا على مكرم ملكية أو يعني محسن أو أي حاجة. في الغالب معظم شبابنا لما تسألهم أنت دارس وين؟ في جامعة جرش الأهلية، هي كانت أقرب جامعة لنا في المواصلات، يعني أقل جامعة تكاليف. يعني مثلا أنا بالنسبة لي لما جيت أدرس في الجامعة درست إنجليزي، خلصت توجيهي طبعا نجحت،
اجوا اهلي قالوا بدنا ندرسك. قلت لهم يعني انا بعرفش كيف وصلت للمرحله هذه، لكن دراسه بتوقعش تقدروا تدرسوني. دوبكم قدرتوا تبنوا الدار اللي انتم قاعدين فيها. قالوا طيب اخوي صار يقول انا بدي اعلمك. كان في لي اخوي يعني يتحرك يشتري سياره يستفيد منها 200 دينار، يبيع سياره 300 دينار. قال لي اسمع انا عشانك هيني شريت سياره بعنا، كانت فينا دار في مخيم شنلر، يعني طلعنا من مخيم لمخيم، مخيم شنلر لمخيم غزه. قال بعنا دار ب7000 وانا شريت فيها سياره كاش وبعتها اقساط عشان تاخذ انت القسط وتدفع. سبحان الله ظلتني اخذ اقساط من السياره وادفع. اخر قسط لي في الجامعه قصر، دبروا لي لموا هالشباب لمه. طب في كثير شباب من المخيم، في كثير طلاب ما اتيحت لهم الفرصه ولا قدروا يتعلموا. كان نفسهم كثير، في كان اصحاب لنا وزملاء لنا اشطر منا بكثير واحسن منا بكثير، مستوياتهم اعلى منا بكثير، لكن ما صحت له الفرصه اللي صحت لي احنا، لانه اتيحت لنا الفرصه وكان في عندنا امل وحلم وفي عندنا امكانيه. دائما كنا عندنا امكانيه نغير. يعني اول ما صحت لنا فرصه وطلعنا على الحياه، اول شيء سويناه حاولنا احنا كاصدقاء وكزملاء نتضافر مع بعض، كيف ممكن نقدم خدمه للمجتمع اللي احنا عانينا فيه، عشان اخلي جاري وصاحبي وابن عمي وابن خالي وقريبي واللي بابهم قبال بابنا ما يعانيش نفس المعاناه. خويا وش سماها الله مهند، يلا معانا يا مهند. ويلك دوما ويلي ويلك دوما. تكسرنا الحواجز بين ابن المخيم واللي خارج المخيم. احنا عملنا تشاركية وعلاقات اجتماعية كثير قوية وروابط كثير قوية من خلال العمل التطوعي اللي احنا بنقوم فيه. تكاتف جهودهم مع بعض بزيل هاي العقبات، وكل حدا منهم بيقوم بالواجب اللي عليه. احنا البرامج اللي بنقدمها للأطفال وللشباب بشكل عام هي برامج تمكين واعتناء بالطفولة، وعندنا برنامج الإغاثة. برنامج الإغاثة بيشمل أي شيء يكون مساعدات و و و و و وهي الأشياء اللي معروفة للجميع. بنحب نركز على الطفولة والأطفال، يعني مرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة، لأنه هذول أكثر ناس ممكن أنت تلمس النتائج من خلال العمل معهم. يعني أنا إذا عشت اللجوء مش حاب ابني يعيش اللجوء، بكون حريص جدا إني أطلع ابني من الجو اللي أنا كنت فيه، حتى ما تكون عنده المعاناة اللي عانيناها إحنا برضه كمان ما تنتقل لأبنائنا والأجيال الجاية برضه كمان. أفكار سلبية هاي، يعني أكيد أنا ابن المخيم بصح ليش أشتغل، بصح ليش أروح، بصح ليش أجي. لا، بدنا نطلع من الجو هذا، الجو السلبي. يعني أنا دائما بتذكر كلمة كان بيحكيها جدي الله يرحمه، إنه إحنا انقعدنا اليوم مش راح نقعد بكرة. فهو يعني حتى هو ليلة ما بيموت، يعني تعرف الإنسان الكبير الناس بيلتموا حواليه، فليلة ما بيموت هو كان بيحكي إنه أنتوا بتفكروني أنا بدي أموت، أنا راح أموت في فلسطين. سنرجع يوما إلى حي ونغرق في دافئة المدى، سنرجع مهما يمر يعني. تابعنا التقرير من مخيم، احد مخيم او اجمالا يعني مخيمات اللجوء الفلسطيني بنفس الوضع ونفس الحال، من رحم المعاناه والتعب، نقص الخدمات، صعوبات وضغوطات الحياه، يعني نوعا ما اهمال كبير بتواجه هاي المخيمات. لكن لم يبتعد الشباب عن القضيه ولم ينسوا حق العوده، وعمالهم بيشتغلوا على ترسيخ هاي الفكره اكبر واكبر. كيف شفتي المعنويات عند الشباب؟
هلا عشان نكون منصفين وصريحين كمان، الحياة مش وردية ومش مليانة بقوس قزح وكل شيء تمام وهم مرتاحين وبس قاعدين عم بيناضلوا من أجل حق العودة أو العودة إلى فلسطين. الحياة جدا صعبة، وبتخيل لو كان أو صح لكتير ناس خيارات إنهم ما يكونوا موجودين في هاي الظروف، ما حدا بحب الظرف الصعب إنه يكون موجود فيه. لكن دائما بيقولوا إنه الظرف هو اللي بيفرض عليك أو بيشكل شخصيتك أو بيشكل طموحاتك، وهذا جزء من اللي صار عندهم. أنت مولود في مخيم، اسمك زي ما بقول لك بالتقرير صار عندي هوية اسمها ابن المخيم. نعم. أنا عم بطلع ويتم التعامل معي كأني ابن مخيم، فبالتالي بدي أفكر شو يعني مخيم؟ ليه أنا موجود بهذا المكان؟ وليه أنا مش موجود زي باقي الناس أتمتع بكافة الحقوق وكافة الخدمات الطبيعية اللي بتمتعوا فيها كل الناس؟ ليه أنا بدرس في مدارس الوكالة ما بدرس في المدارس الثانية؟ نعم. فبصير عنده الرغبة بأنه يعرف أكتر وأنه يتعلم أكتر. لما يعرف عن تاريخه ويعرف عن كل التفاصيل اللي رافقت القضية الفلسطينية من حركات مقاومة من حركات تحرر وطني، قد يتمسك في بعض المبادئ الراسخة اللي رح تخليه يفكر دائما بأنه أنا موجود لسبب، أنا موجود من أجل قضية، فبدي أناضل من أجل هاي القضية. حل هاي القضية بتحل أزمة اللي هو عايش فيها هلأ. نعم. أساسا نعم نعم. طب يعني برأيك حسب ما شفتي وسمعتي من شباب المخيم، إيش الحلول لهم بالظروف الصعبة اللي بيعيشوها؟ هلأ أتوقع هذا من أصعب الأسئلة اللي أنا أساساً قاعدة عم بسألها وكنت قاعدة عم بحكي لك إياها، إنه هل الحل فعلياً إنه خلينا ندمج المخيم مع الحي ويصير المخيم زيه زي أي منطقة موجودة سواء في الأردن لبنان فلسطين؟ يعني إحنا معطينا الأردن هو أنموذج وخلص وهالناس تعيش. طيب بصفي في عندك سؤال، وحق العودة وفلسطين راح يضيع طبعا. ومين بده يدافع عنه ومين بده يتمسك فيه ومين بده يرجع؟ نعم. فبصفي السؤال الثاني انه لا، شو راينا نفكر بمحاوله لتحسين الظروف في داخل هذا المخيم اللي لازم يتضافر فيه المجتمع الدولي كله بدون استثناء ومنظمات حقوق الانسان، وبالاضافه لكل هذا لازم يكون في حل سياسي عادل للقضيه الفلسطينيه. بعد 100 سنه ما بزبط، تضلنا احنا عم نفرز اجيال قاعده عم بتعاني هاي المعاناه. نعم. بطل في مجال اساسا لفكره انه انت بدك. هلا الدنيا عم تتطور، اذا ما كان التعليم في جوده عاليه معناته انت عم بتكون قاعد متاخر عن 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 كل شيء قاعد عم بيصير حواليك. فبالتالي نحن بحاجه حقيقيه بتخيل لتضافر الجهود من اجل تنحط الاشياء في مسمياتها، المجرم يعترف باجرامه والمجتمع الدولي كله يوقف في وجه الاجرام او في وجه الاحتلال من نعم. اجل نعم. قضايا هاللاجئين على الاقل. يعني بالأردن يقوم بواجبه الإنساني تجاه اللاجئين من مختلف المناطق بالعالم، يعني زي ما تعودنا، لكن دائما في تقصير من منظمات كبيرة من دول كبيرة تدعي أنها إنسانية. يعني أنا بس بدي أدخل لربما هي المشكلة هلأ مش بالبلدان المضيفة ولا المستضيفة ولا منظمات حقوق الإنسان. نعم. المشكلة واضحة في الاحتلال ووجود هذا الاحتلال في هذا المكان، إنهاء هاي السياسات كاملة بشكل كامل. راني الشلبي شكرا لوجودك معنا، بانتظارك الأحد الجاي بملف جديد وبقضية جديدة. شكرا جزيلا راني. شكرا. أهلا وسهلا فيك.